نظام العمل مالنا هيئة النقل نظام عمل حاسبة مركزية. يعني لو تفتر بالعراق كله السيارة الآلية اللي تعمل بها أي مركبة معرفة. يعني لو تكون المركبة بالبصرة بالديوانية بالعمارة بالموصل معرفة، تعرف منه صاحب السيارة، رقم الدار، عنوانه، نظام مركزي. احنا عندنا على خط الانترنت، فاحنا هسه راح نباشر ان شاء الله وافقة بغداد صرفونا الحاسبات ان شاء الله الاحد او الاثنين ننصب الحاسبات. فنريد مساعدة دائرة المرور معانا بهذا العمل، يعني نرجع نفس نظام العمل السابق قبل ايام داعش. نريد انظار جنابكم على دائرتنا، لانه يمكن الدائره الوحيده اللي باشرت بالعمل وحققت ايرادات محافظه نينوى ب يعني وسائل ما تذكر. يعني من عندنا احنا اختارينا كراج القوير، سوينا موقع بديل لان دائرتنا اصبحت ركام بالجانب الايمن. في مثبت لدى الامم المتحده ولدى الحكومه الاتحاديه ولدى الحكومه المحليه انه اغلبيه دوائرنا رجعت الى الدوام والمباشرة بجهود الموظفين وبجهود يعني أهلها. هذه تعني شيء واحد، أنه لا زال أهل الموصل بخير. وأزيدكم علم أنه الآن الأمن المستتب بالأيسر هو نتيجة لتعاون المواطنين، هذا يبعث إلى الاطمئنان ويبعث إلى أنه يكون التماسك الاجتماعي أقوى. أنا ولهذا أشكركم، لأن أنتم بادرتوا بروحية أهل الموصل، بروحية أهل نينوى في يعني ترتيب أموركم وتنظيمها من حيث العمل والإدارة والتنظيم. وهذه احنا نسميها شعوب حية، مدن حية. هذه أيضا نفس التجربة صارت في ألمانيا، في اليابان، في مناطق كثيرة، في فيتنام، في كثير. يعني هاي الشعوب معناتها يعني تستحق الدعم الدولي والعالمي. فلهذا راح تشوفون انه يعني احنا لما نلتقي بالقنصليات والسفارات والمنظمات الدوليه العالميه، احنا نسمع من عندهم بانه هم متعجبين او معجبين بهذا بهاي الوتيره السريعه من اعاده الحياه الى المدينه. فلهذا انا احب اشكركم، لان انتم ضمن الدوائر اللي ساعدتوا نفسكم وساعدتوا الحكومه. هو الحكومه منه؟ احنا كلنا اهل نينوى، كلنا نمثل الحكومه. أنتوا جزء من الحكومة المحلية. الحكومة المحلية لا تعني المحافظ ورئيس المجلس ومجلس المحافظة أبدا. لا بالعكس، أنتوا الدوائر، أنتوا أدوات العمل، السند الأساسي، وأنتوا شركائنا في عملية الإدارة. إحنا نرسم السياسة العامة والرؤية والخطة، ونستثمر الأدوات والمستلزمات الموجودة حتى ننفذ ما عندنا من برامج مع توفر الإمكانيات والفرص وإلى آخره. إحنا يوميا نتجه من اتجاه الهاجس الأمني إلى هاجس الاستقرار، وهذا جدا مهم. أنت لما اليوم تبحث في موضوع فتح الطرق وموضوع الجراجات وإلى آخره، هذا شيء بمعنى إحنا ماشيين صح، يعني أكو مسار صحيح واستقرار. إحنا قبل كم يوم صدرنا أمر إداري أنه خلال شهر يلتحقون كل الموظفين اللي بالخارج المغتربين، و15 يوم. هذا قانون، هذا مو كيفي، ولكن انا نفذت القانون. انا احنا لازم ترجع الموصل، لازم يرجع الاستقرار، حتى بعدين نبحث بالاعمار ونبحث بالاستثمار، وحتى الناس تعيش في واقع افضل. والامور الان افضل من السابق، ولكن هذا ما يعني انه ما نكون قلقين. نعم لازلنا قلقين. احنا نريد تسوية سياسية شاملة، تسوية أمنية. احنا نريد كل شخص له علاقة بالموصل يجي يرجع يتعامل معانا، نتحاور معانه. ما نريد أحد يكون خارج الموصل وهو قلق بأنه يرجع إلى الموصل. هذا جدا مهم، هذا هو القصد. لازم احنا نثبت أنه ماكو شيء، والكل خليه يرجعون، ونبني مدينتنا، واحنا الاولى ببنائها، مثل ما احنا الاولى حتى بمسك الارض. فلهذا كل توجهنا انه الشرطه تكون قويه، وهي تمسك الامن، وهي الان عمليا هي تمسك الامن. ما العلم اعداد جدا قليله. فالدول والحكومه في هذا الاتجاه راح تساعد.
اكو مواضيع امنيه نستغل فرصه وجود رئيس اللجنه الامنيه ونائبه في توضيح بعض الامور لكم في موضوع التحميل العشوائي ومفارز المتابعه، فهذا مهم جدا. فتح خطوط اربيل دهو كركوك حقيقه بدنا نبحث به الان قبل ما تجون، كنا نبحث بها، عندنا ترتيب للاستعجال بفتح طريق دهوك الموصل. الدوائر المعنية بعملكم توجيه يعني، وحتى نسخة من الكتاب يروح لمكتب المحافظ أيضا لإعادة تنظيم الأمور مثل قبل، ترجع الأمور إلى نصابها حسب سياقها المعمول به قبل احتلال داعش للموصل. وعندنا ملاحظة حتى تفضل. بالنسبة دخل برنامج جديد إلى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص لزيادة الأمان، والأمور اللي ذكرتوها أريدها تصمم كتاب رسمي حتى أتخذ به إجراءات رسمية إن شاء الله. أنا كتبت هي من نقطة نقطة إن شاء الله، ولكن أريدها تصمم بالبريد أو حضرتك تجيب تسلمها للمكتب أسرع وقت حتى نشتغل عليها، لأنه تعرف الطرق والنقل لا يمكن الاستغناء عنه، عصب الحياة. بالبداية نشكر قناة الموصلية السباقة للحدث اللي تنقل الحدث اللي يحصل بداخل محافظة نينوى. تشرفنا اليوم بزيارة الأستاذ بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى، ومشكورا الذي أبدى كل المساعدة إلى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ووعدنا بتقديم الخدمات الكاملة لدائرتنا، حيث أوعز بالمفارز التابعة لوزارة الداخلية بالقيام بجلب السيارات داخل مراب الشمال بالموقع البديل، وأبدى المساعدة من حيث إنشاء مراب الشمال كبناء جديد، وإن شاء الله الوعود خير لمحافظة نينوى العزيزة إن شاء الله تعالى.